بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. ثم أما بعد، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد. بإذن الله عز وجل بدنا ناخذ اليوم السايتوجينيسيز. السايتوجينيسيز طبعا هذا الشابتر بالضم هدول الليكتشر، ان شاء الله حناخدهن بالتفصيل باذن الله عز وجل. بداية السايتوجينيسيز وهو دراسة الكروموسومات. اذا السايتوجينيسيز هو العلم الذي يهتم في دراسة الكروموسومات. This chapter review diseases that are caused by micro specially observable alternation in chromosome. إذن هذا الشابتر يا أخواننا بدرس alternation of chromosome. ممكن يا أخواننا يصير أنا عندي خلل في الكروموسومات، كيف؟ سواء خلل في العدد، يعني مثلا بدل 46 كروموسوم يصيروا 47، يعني أنا كروموسوم يكون له duplication. مثلا أنا بدل ما يكونوا 46 كروموسوم يكونوا مثلا 45 كروموسوم، وبالتالي في أنا عندي بيصير alternation in كروموسوم، تغير في تركيب الكروموسومات أو تغير في عدد الكروموسومات. إذن ممكن يكون number alternation، إما extra كروموسوم زيادة في الكروموسوم أو لوس كروموسوم نقص في الكروموسوم، أو ممكن يكون الالترنيشن في الاستراكشر. فالذي يدرس هذا الالترنيشن هو علم يسمى سايتوجينيسيز. يسمى إيش؟ سايتوجينيسيز. تمام. الكروموسوم ابنورماليتي، بلاقي كل 150 شخص واحد عنده إيش؟ كروموسوم ابنورماليتي. تمام. ممكن يسوي اخواننا الكروموسوم ابنورماليتي، ممكن اخواننا يسوي منتال ريتارتيشن وبعض الاشياء اللي حناخدها باذن الله عز وجل. الان في مصطلح مهم جدا جدا بسموه الكاريوتايب. الكاريوتايب انه انا ايش هذا المصطلح اسمه؟ انه انا ال 46 كروموسوم بدي ايش؟ بدي احطهم زي كده، هذا هو ايش الكاريوتايب، احطهم زي هيك وايش وادرسهم. هذا هو الكاريوتايب، ارتب الكروموسوم. اول اشي بدي احط الكروموسومات الجسمية او الجسدية، ثم اخر اشي بدي احط الكروموسومات ايش الجنسية، وكل كروموسوم مع الكروموسوم يعني هومولوجس كروموسوم. ما احنا عارفين أنا عندي 23 زوج من الكروموسومات، فالكروموسوم الأول عبارة عن إيش؟ هومولوجس كروموسوم، وهذا هومولوجس وهذا هومولوجس، فترتيب الكروموسومات بسميه الكاريوتايب. الآن كيف يتم ترتيب الكروموسومات؟ برتب الكروموسومات حسب كمية الدي إن إيه في الكروموسوم، وكلما زادت كمية الدي ان اي في الكروموسوم زاد طول الكروموسوم. اذا بقسم الكروموسومات حسب الطول، وحسب الطول اي حسب قديش انا عندي دي ان اي. الان يعني اطلع مثلا كروموسوم واحد اكبر مثلا من كروموسوم 8، تمام، مثلا كروموسوم 11 مثلا اكبر من كروموسوم 21. لكن ايش الملاحظة بتقول لك؟ بتقول لك اكبر كروموسوم هو كروموسوم واحد، واصغر كروموسوم هو كروموسوم 21. الاصل يكون اصغر كروموسوم كروموسوم 22، مش احنا قلنا اكبر حسب الطول من الاطول الى الاقصر، فالاطول واحد هو اول واحد كروموسوم واحد. لكن ايش بقول لي؟ بيقول لي اقصر واحد هو كروموسوم 21 وليس 22. السبب غلطة تاريخية.
إيش يعني غلطة تاريخية؟ هم اكتشفوا كروموسوم 21 قبل ما يكتشفوا كروموسوم 22، تمام؟ إذن طب أنا يا أخواننا عشان أدرس، يعني عشان أعمل الكروموسومات بهذا الشكل، إيش بحتاج؟ بحتاج أخذ خلية من الجسم تحتوي على نواة، تحتوي على دي أن إيه. هذه الخلية بأخذها من الدم، بسميها الليمفوسايت. إذن أنا بأخذ الليمفوسايت. طب ليش أخذت الليمفوسايت مثلا؟ عشان تحتوي على نواة، تحتوي على دي أن إيه. ولذا ما بأخذ ريد بلاد سيل مثلا، ما بأخذ ريد بلاد سيل، خلية الدم الحمراء، لأنها لا تحتوي على النيوكليوس، وبالتالي ما فيها دي ان اي، وانما باخذ الليمفوسايت. باخذ ايش؟ الليمفوسايت. باخذ الليمفوسايت، بعمل لهذه، وباخذ طبعا منها الدي ان اي، وبعمل له يا اخوانا عمليه دوبليكيشن. عمليه ايش؟ دوبليكيشن. دوبليكيشن ايش؟ دوبليكيشن، تمام. الان بعمل عمليه دوبليكيشن، بعديها بضيف ماده بسميها كول شي سين. ايش هذه المادة؟ هذه المادة يا اخوانا بتعمل انهيبيشن. بتعمل ايش؟ انهيبيشن لعملية ايش؟ الدوبليكيشن وكذا. طيب انا متى بدي اضيف الكول شيسين، او متى بدي اعمل انهيبيشن؟ بدي اعمل انهيبيشن في مرحلة الميتافيز. في مرحلة ايش؟ الميتافيز. الان يا اخوانا المحترمين، انتوا عارفين انا عندي خلية. الخلية عشان تنقسم إلى خليتين، حتمر أول إشي بالجي 1 فيز، بعديها بالأس فيز، بعديها بالجي 2 فيز، بعديها بالإيش؟ بعديها حتمر في الميتوسيز، في الانقسام الميتوسيز بنقسم إلى بروفيز، بعد البروفيز ميتافيز، بعد الميتافيز الانافيز، وبعد الانافيز التيلوفيز. الان انا بضيف مادة الكول شيسين، بضيفها وين؟ في مرحلة الميتافيز. ليش؟ عشان في مرحلة الميتافيز بتكون الكروموسومات بتكون يعني متراصة وكوندنسيشن، وبتكون في النص، بتكون الكروموسومات في النص. طب كيف؟ هلقيت حنقول لكم. شايفين يا اخواننا المحترمين في الميتافيز كيف الكروموسومات بتكون واضحة جدا ومبينة جدا، وبتكون مصطفة في النص طبعا. شايفين كيف يا اخواننا؟ اذا بضيف مادة الكول شيسين في مرحلة الميتافيز، وبعمل انهيبيشن، اي بوقف انقسام الخلايا في مرحلة الميتافيز، تمام. وبعد كده بطلع على الكروموسومات وبرتبهم، وايش برتبهم؟ طبعا هاي البروفيز، الميتافيز، الانافيز، التيلوفيز، وهذه المايتوسيز. وانا قلت لكم اول اشي انا على الخلية the cell cycle and الشيكو بوينت. الخلية لما بدها تنقسم اول اشي بتمر في الجي 1 فيز، بعد كده بتمر في الاس فيز، بعد كده بالجي 2 فيز، بعد كده في المايتوسيز. طبعا انا ما بدي يعني افصل كتير في هذا الاشي. اذا يا اخوانا المحترمين، انا السيتوجينيسيز هو علم يدرس الكروموسومات، سواء كان التغير في تركيب الكروموسوم. كيف يعني حيكون التغير في تركيب الكروموسوم؟ مثلا انا هاي الكروموسوم كامل، هذا الجزء من الكروموسوم راح، هذا الجزء ايش صار له؟ ديليشن. طبعا لما انا اعمل ديليشن لجزء من الكروموسوم، الكروموسوم راح يتغير، لكن راح يتغير شكليا. انا حيضل عندي 46 كروموسوم، لكن مثلا الكروموسوم الثامن شكله تغير. اللي راح يدرس هذا الاشي السيتوجينيسيس. او مثلا انا صار عندي عملية ايش؟ زيادة او نقص في عدد الكروموسوم. انا عشان ادرس الكروموسوم لازم اعمل عملية بسموها كاريوتايب. ايش هذه الكاريوتايب؟ هو عبارة عن ordered display of 23 pair of human chromosome in typical somatic cell. يعني انا بدي اعرضها،
أعرض 23 زوج من الكروموسومات، بدي اخذ هذه الكروموسومات من سوماتيك سيل، زي ما احنا تو احنا اخذنا الليمفوسايت. مش تروح تاخذ من سبيرم او تروح تاخذ من اوفم، ما بينفع يا اخواننا. ليش؟ عشان السبيرم والاوفم بيعطوني ايش؟ هابلويد نمبر من الكروموسومات. ايش يعني؟ يعني 23 كروموسوم فقط السبيرم او الاوفم، لكن السوماتيك سيل بتعطيني ديبلويد نمبر من الكروموسومات. ديبلويد، ايش يعني ديبلويد؟ يعني 23 زوج من الكروموسوم، اي 46 كروموسوم. فانا بدي اعمل عمليه ايش؟ الكاريو تايب، وبتبدا من الكبير، من الاطول الى الاصغر. الان انا عشان ادرس الكروموسوم لازم اصفطهم. طب انا لما بدي اصفطهم ايش بدي اسوي؟ بدي اخذ خليه الليمفوسايت واروح على النيوكلياس واخذ الدي ان اي واعمل عمليه دوبليكيشن، تمام. بعد كده بدي اضع ماده الكول شيسين بتعمل انهيبيشن للدوبليكيشن، بس وين بالضبط؟ بدي اعملها في الميتافيز، فبدي اعمل انهيبيشن في الميتافيز. طبعا هي بتعمل انهيبيشن للمايكروتوبيول. طبعا ايش هو المايكروتوبيول؟ نعيد يا اخواننا ثاني. شايفين هذه الخيوط؟ هذه الخيوط هي خيوط مايكروتوبيول. هذه الخيوط بتسحب الكروموسوم لعندها، فبصير في مرحلة الانافيز. فانا ما بدي لما ادرس الكروموسومات تكون كده، لا. فانا بدي اعمل انهيبيشن للمايكروتوبيول بحيث انه تضل الخليه في الميتافيز، عشان تضل هالخليه وين؟ في الميتافيز. فبعمل انهيبيشن للمايكروتوبيول، فبضل الكروموسومات كده مصفطات وامورات وحلوات. فبقدر بقدر يعني اشوف والله هذا الكروموسوم طويل، اطول واحد، اذا كروموسوم واحد. هذا كروموسوم مثلا 21، هذا كروموسوم 22. فلازم الكروموسومات تكون مصفطه بشكل كويس عشان اقدر ايش؟ ادرس عليها، تمام. لو واحد سألك سؤال، طب انا ليش ادرس الكروموسومات؟ يعني انا ليش ادرسهم؟ الجواب يا اخواننا 50% من المسكارج، 50% من الاجهاض اللي بيكون في الفيرست تريمستر تبع الحمل. ما احنا عارفين يا اخواننا الحمل إلو 3 تريمستر، فيرست تريمستر، سكند تريمستر، 3 تريمستر. إيش يعني؟ أول 3 شهور بسموه فيرست تريمستر، ثاني 3 شهور سكند تريمستر، ثالث 3 شهور ثيرد تريمستر. إذا كان المسكرج أو الإجهاض، يعني الجنين أجهض في أول 3 شهور، 50% من سبب الإجهاض بيكون السبب زيادة أو نقصان في الكروموسوم، فبيكون السبب alternation أو abnormal في الكروموسوم 50%. فأنا المرة أول حمل أجهضت، تاني حمل أجهضت، بقول لها أنت ليش بتجهضي؟ بتقول والله ما بعرف. فبتروح بتروح على دكتور الجينات وبفحص الكروموسوم، بلاقي alternation في الكروموسومات. 50% من المسكرج في الفيرست تريمستر بيكون سببه خلل في الكروموسوم. 20% من المسكرج في السكند تريمستر بيكون سببه ايش؟ خلل في الكروموسوم. يعني 20% من المسكرج من عملية الإجهاض اللي بيكون في السكند تريمستر بيكون سببه خلل في الكروموسوم. فأنا مهم جدا أدرس الكروموسوم، يعني السيتوجينيسيس علم مهم جدا. يا اخواننا المحترمين، طب هل انت جبت عينه؟ مش انت لما تاخذ مثلا عينه الدم وتاخذ الليمفوسايت، مش بيصير عمليه كواجيوليشن؟ فانت عشان تعمل انتي كواجيوليشن، ما يصير تخثر، يعني انت اخذت عينه عشان تدرس فيها الكروموسوم، طب انت ممكن يصير تخثر لهذه العينه، فبتضيف طبعا يا اخواننا الهيبارين. فالهيبارين ايش وظيفته؟ انه يعمل انتي coagulation، anti coagulant، اذا يعني anti coagulation. الان يا اخواننا، فشايفين انا كده بدي ادرس الكروموسومات. الان لاحظ، انا الكروموسومات عشان ادرسها لازم اصبغها. في انا عندي
في انا عندي جي بان او جي صبغة بيسموها الجي باند. ايش هي الجي باند؟ باند هذه يا اخوانا صبغة بيسموها تايروسين جمزة او جمزة. تايروسين ايش؟ جمزة. اذا شايفين هنا الصبغات، في انا عندي كيو وجي باند والار باند. تمام، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. الان في يا اخواننا هان شايفين هذه لايت بارت او لايت باند. هنا مثلا دارك، يعني مثلا نيجي على كروموسومات، حقيت هذا الجزء كله دارك صح؟ حقيت هذا الجزء لايت باند، هذا لايت، هذا دارك، هذا لايت، دارك، لايت، لايت، دارك. اذا حتلاقي الكروموسومات، يعني شايفين كل هذا دارك لكن هذا لايت، حتلاقي الكروموسومات دارك ولايت، دارك وايش ولايت. اذا لما انا بصبغ الكروموسوم، الكروموسوم بيطلع دارك ولايت باندد او باند. يعني مثلا حتلاقي كروموسوم 19 معظمه لايت، ها حتلاقي كروموسوم 19 معظمه ايش؟ لايت. فانت لما تصبغ الكروموسوم وتلاقي كروموسوم معظمه لايت باند، بقول عنه كروموسوم 19. طيب الان انا عندي، يعني طبعا في عندي الجمزة باند او التايروسين. طبعا يا اخواننا هذا ايش هو؟ التايروسين جمزة، جمزة تايروسين جمزة ستين. ايش هذه؟ التايروسين يا اخواننا عبارة عن انزيم بكسر البروتين. الان انا عندي كروموسوم، في داخل الكروموسوم موجود الدي ان اي، لكن انا عشان اضيف الصبغة تبعتي لازم يا اخواننا الدي ان اي محاط ببروتين. فانا كيف بدي ادخل في الدي ان اي واعمل عملية ستينينج، عملية ستين؟ كيف بدي اصبغ؟ لازم تكسر البروتين. اللي راح يكسر البروتين بسميه التايروسين. اذا التايروسين انزيم بيكسر ايش؟ البروتين. فبكسر البروتين ثم الجمزة بتروح تصبغ الدي ان اي، الجمزة بتروح تصبغ ايش؟ الدي ان اي. لاحظين يا اخواننا هنا لو نيجي على التلخيص بيقول لي التريبسين، اسف التريبسين مش التايروسين، شو التايروسين؟ التريبسين، اسف يا اخواننا التريبسين مش التايروسين. تمام، التايروسين امينو اسيد، التريبسين جمزة. يا اخواننا التريبسين انزيم، معلش غلطة يعني، ها التريبسين، اعيدها كمان مرة. اذا التريبسين هذا الانزيم بكسر البروتين عشان تقدر الجمزة تروح على الدي ان اي وتصبغ ايش؟ الدي ان اي. فبتطلع لي دارك باند وبتطلع لايت باند. متى الدارك باند؟ الدارك باند لما تكون اي تي ريش، اي تي ريش. طيب متى بيكون لايت باند؟ لما بيكون جي اس ريش. لما تكون مليانه جي اس بيطلع لايت باند، لما تكون مليانه اي تي بيطلع ايش؟ دارك باند. اذا التريبسين عباره عن، التريبسين عباره عن انزيم بروتييز. ايش يعني بروتييز؟ بروتييز يعني يكسر البروتين، بكسر البروتين عشان اقدر اصل للدي ان اي وايش واصبغه. الان فاذا اللي راح يساعدني في ترتيب الكروموسوم، اول اشي الطول، طول الكروموسوم. ثاني اشي الباند، ثاني اشي يا اخواننا ايش؟ الباند. تمام، الان في حاجه بسموها ار باند او ريفيرس باند. ايش هذا الريفيرس باند؟ هذه عكس الجمزة باند. ايش فرق؟ انه في اللايت راح يكون اي تي ريش، اذا اللايت باند حتكون فيها اي تي ريش، اما في الدارك باند حيكون جي اس ريش. اذا اللي كان دارك في الجمزة حيكون لايت في الريفيرس باند، واللي كان لايت في الجمزة حيكون دارك في الريفيرس باند. فالريفيرس باند هي عكس الجمزة باند.
طبعا استخدم الريفيس ولا الجمزة يا اخوانا كله حسب المختبر اللي عنده. ففي بعض المختبرات عندها الجمزة باند وبعض المختبرات عندها الريفيرس باند، لكن كلهم بدهم يا اخوانا ايش؟ لتريبسين، لتريبسين لبروتييز اللي يكسر البروتين، لتريبسين تمام. طبعا والجمزة والارت باند ما بتحتاج لفلوريسنس مايكروسكوب، ها خلاص اللايت مايكروسكوب. اذا انا في اللايت مايكروسكوب العادي الجمزة والارت باند بتسلك، لكن في صبغة بسموها الكويناسين يا اخواننا، في الكويناسين، ها صبغة الكويناسين، صبغة الكوينيسين. هذه ايش صبغة الكوينيسين؟ هذه بتحتاج الالترا فايوليت لايت، يعني الفلوريسنس، يعني بتحتاج الفلوريسنس او الالترا فايوليت. اذا بعض المختبرات ما عندها الالترا فايوليت او الفلوريسنس مايكروسكوب، فخلص بتعمل بالجمزة او بالريفيرس باند. بعض المختبرات عندها الفلوريسنس او الالترا فايوليت، فخلص بتعمل بالكوينيسين باند، الكوينيسين باند، يعني بتصبغ بالكوينيسين. طبعا الكوينيسين، ها الكوينيسين يا اخواننا نفس الكوينيسين، نفس الجمزة، الكوينيسين نفس الجمزة. ايش يعني؟ يعني في اللايت بتكون اي تي ريش، وفي الدارك باند بتكون جي جي اس ريش. اذا انا في عندي ثلاث صبغات، الار والجي والكوينيسين، والكوينيسين تمام. في برضو يا اخواننا شايفين اللي باللون الازهر، اللي باللون الزهري، شايفين اللي باللون الزهري هدول، هدول ايش بسموهن؟ بسموهن فاريابل باند، فاريابل باند. ايش يعني فاريابل باند؟ يعني يعني متغيرات، يعني مش عند كل الناس بتكون دارك، ومش عند كل الناس بتكون لايت، مره دارك ومره لايت، فبسموهن فاريابل باند. شايفين هيو فاريابل ايش باند. لاحظ يا اخواننا شايفين هنا في اللايت ايش قال لي؟ قال لي نيجاتيف للكيو والجي، نيجاتيف للكيو والجي، او بوزيتيف للار. فالار عكس الكيو عكس الجي باند. اما في الدارك بيكون بوزيتيف في الكيو والجي، نيجاتيف في الار تمام. وهي الفاريابل باند. طب ايش وظيفه الفاريابل باند؟ الفاريابل باند بتحدد لي اذا كان الكروموسوم هذا جاي من الام او جاي من الباتيرنال، سواء من الماتيرنال او من الباتيرنال. مثلا لو كان هذا الباند بيشبه الماتيرنال مش الباتيرنال، بقول هذا الكروموسوم من الام تمام. طبعا بيكون في واحد، شايفين زي موجود في واحد، وانتو شايفين برضو في تسعة، وبرضو موجود في 16، واحد وتسعة وستعش وغريهم، لكن الدكتور ركز على واحد وتسعة وستعش تمام. اذا الفاريابل باند بيكون موجود في 1 و9 و16، بسموهن هدول هيتيروكروماتين. طبعا تختلف من شخص لاخر زي ما قلنا، يعني حتى في شكل الكروموسوم ممكن نلاقي بوليمورفيزم. ايش يعني احنا قلنا بوليمورفيزم؟ تغيرات على نفس الجين، ولا لا عدة أليلات على نفس الجين، عدة أليل بوليمورفيزم. إذا في نفس الكروموسوم ممكن نلاقي إيش؟ بوليمورفيزم. فعشان كده ممكن أحدد إذا هذا أجا من الأب أو أجا من الأم. طبعا كل مكان الكروموسوم أطول كل مكان أوضح. طيب الآن يا أخواننا المحترمين، بعض الالترنيشن في الكروموسومات، ها بعض الالترنيشن ما بقدر اشوفها في الميتافيز. اذا بعض الالترنيشن ما بقدر اشوفها في الميتافيز، فبدي الكروموسوم يكون اكثر طولا بيكون في نهاية البروفيز. اذا the late of بروفيز، في نهاية البروفيز بيكون الكروموسوم اكثر طولا. طبعا ايش يعني؟ انا ممكن يا اخواننا الكروموسوم يكون له ديليشن. ايش يعني ديليشن؟ يعني احذف جزء
من المادة الوراثية في الكروموسوم. فإذا كان له ديريشن بقدر أشوفه في الميتافيز والأمور تمام، لكن ممكن يكون له حاجة بسميها مايكرو ديليشن. المايكرو ديليشن أيضا حدث في جزء من المادة الوراثية، لكن هذا الحدث بيكون مايكرو، فما بقدر أشوفه في الميتافيز، وإنما بدي الكروموسومات يكون أطول في وين؟ في الليت بروفيز. تمام؟ يعني أنا ما بدي الصب باند أو ما بدي الباند، بدي الصب باند وبدي الصب صب باند. ها الصب باند والصب صب ايش باند. تمام؟ اشرح اكتر ايش يعني. شايفين يا اخواننا، هلقيتي هذا كده احنا بنكتب مثلا، هلقيتي رقم 10 هو رقم الكروموسوم، يعني الكروموسوم العاشر. الكيو يعني اللونج ارم، احنا عارفين الكروموسوم بي وكيو، البي شورت ارم، الكيو لونج ارم. تمام؟ رقم 2 يعني الريجون، رقم 1 يعني ايش؟ الباند. يعني هذا الجين موجود في كروموسوم 10 في اللونج ارم في المنطقة 2 في الباند 1، في الباند ايش؟ 1. لكن لاحظ ايش بقول لي؟ بقول لي نشوف اطلع على هان، هذا الكروموسوم رقم 10 في اللونج ارم في الريجون 2 في الباند 1 في الصب باند 2. ها في الباند 1 في الصب باند 2. يعني مثلا انا باند 1 عنده صب باند هالقد، يعني هذا كله بسميه باند 1، عنده صب باند 1 وصب باند 2 وصب باند ايش 3 وصب باند 3. فبيفور الميتافيز، ايش يعني قبل الميتافيز؟ قبل الميتافيز اي ليت اوف بروفيز. ما احنا قلنا الميتوسيس بروفيز ميتافيز انافيز تيلوفيز. فقبل الميتافيز بيكون البروفيز، فنهايه البروفيز بيكون 600 باند، بيعطيني يعني لما انا اصبغ الكروموسوم بيعطيني ايش؟ اسف، في الميتافيز، في الميتافيز بيعطوني 600 باند، لكن في الليت بروفيز بيعطوني 800 باند. لاحظ في الليت بروفيز بيعطوني قديش؟ 800 باند، يعني بيعطوني الصب باند والصب صب باند. الان في حاجة بسموها الريزوليوشن باور. الريزوليوشن ايش باور؟ انا الريزوليوشن باور يعني قديش بقدر اشوف في الكروموسوم، يعني قوة الرؤية اخذناها في في الهيستو الريزوليوشن ايش باور. فكلما كان الميكروسكوب الريزوليوشن باور تبعته افضل، كلما كان جودته افضل، كلما كانت ايش جودته افضل. ايش يعني؟ الان السايز اللي بقدر اميزه في اللايت مايكروسكوب بسميه الريزوليوشن باور. الريزوليوشن ايش باور؟ يعني الريزوليوشن باور من 4 ل 5 مليون بيز بير، يعني من 4 ل 5 مليون بيز بير هو الريزوليوشن باور تبعتي. ايش قصده؟ قصده لو كان الديليشن او الانسيرشن، يعني سواء انت حذفت او سواء ضفت، ها سواء انت حذفت او سواء انت ايش ضفت، مثلا 3.5 مليون بيز بير، ها 3.5 مليون بيس بير ما بقدرش اشوفها. ليش؟ بيقول لي الريزوليوشن باور لغايه 4 مليون بيس بير، اقل من كده بقدرش اشوف، اكتر من كده بقدر اشوف. يعني لو انا صار ديليشن ل 6، ها 6 مليون بيس بير، يعني البيس بير 6 مليون، بقدر اشوفه في اللايت مايكروسكوب بقدر اشوفه، لكن لو 3 مليون ما بقدر اشوفه في اللايت مايكروسكوب. ها ايش بدي؟ بدي الالكترون مايكروسكوب. الالكترون مايكروسكوب الريزوليوشن باور بتوصل بالنانو، ما احنا خدناه بايش؟ بالهيستو. فكلما كان الريزوليوشن باور افضل، كلما كان جودة المايكروسكوب ايش افضل.
إذن أنا الأب نورماليتي في الكروموسوم لو كانت أكتر من 4 مليون بيس بير بقدر أشوفها، أقل من كده ما بقدر أشوفها في اللايت مايكروسكوب، في اللايت مايكروسكوب. عشان كده المايكرو ديليشن بتكون أقل من 4 مليون بيس بير، أما الديليشن بتكون أكتر من 4 مليون بيس بير. إذن في باند، في صب باند، إذا صار الحذف في الصب باند مش حقدر أشوفه في اللايت، مش حقدر أشوفه في الميتا فيز. لو كان الحذف في الصب باند مش حقدر أشوفه في الميتا فيز، بحتاج الليت بروفيز عشان يكون الكروموسوم إيش أكبر. طبعا أنا لو كان الحذف في الصب صب باند أو مايكرو ديليشن، بسموه مايكرو ديليشن، بستخدم تقنيات غير التقنية اللي أنا استخدمتها في الميتا فيز اللي هو في الصبغة الجيمزة. إيش بستخدم تقنية؟ موليكيولار سايتوجينيسيس تكنيك. في أنا عندي موليكيولار سايتوجينيسيس إيش تكنيك، تمام. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. الآن بقول لي أخواننا الكروموسوم باندينج، الميتا فيز كروموسوم R جروبد حسب السايز، يعني بقدر أقسم الكروموسوم حسب السايز في الميتا فيز وحسب البوزيشن تبع السنترومير، حسب البوزيشن تبع السنترومير. إيش قصده في هذا الكلام؟ كن مش موجودتهن. الآن ممكن يا أخواننا السنترومير يكون في النص، تمام، وممكن يكون على الطرف، وممكن يعني على الطرف هان السنترومير، وممكن يكون يا أخواننا إيش هان. إذن السنترومير زي ما هم مكتوب هان، لو كان الكروموسوم السنترومير في النص بسميها ميتا سنترك. ما انتوا عارفين يا اخواننا ميتا يعني في النص، اصلا ميتا فيز انه الكروموسومات بتكون في النص، فميتا سنترك انه السنترومير في النص، تمام. طيب وفي صب ميتا سنترك، يعني السنترومير مش في النص انما اقرب لطرف عن طرف اخر، يعني زي هذا الكروموسوم وينه صب ميتا هجيت هذا الكروموسوم السنترومير مش في النص، فبسميه صب ميتا سنترك، اقرب لفوق عن اللي تحت السنترومير. فهذا صار البي ارم، وهذا صار ايش الكيو ارم، واللي تحت صار ايش الكيو ارم. وفي اكروسنتريك، وفي ايش اكروسنتريك، يعني السنترومير على الطرف على اخر، يعني بيكون هنا سنترومير، هان شايفين هنا على الطرف. اذا ميتا سنتريك، صب ميتا سنتريك، اند اكرو سنتريك. اذا بقسم بقدر انا احصل على هذا الشكل تبع الكروموسومات حسب الباندد، حسب السايز، وحسب السنترومير. يعني خلاص مثلا الاكرو سنتريك بعرف انه كروموسوم 14 و13 و15 و21 و22 اكرو سنتريك، يعني 13 14 15 و22 و21 بعرف هدول انه السنترومير اكرو سنتريك. فلما اشوفهم بقول هذا اما 13 اما 14 اما 15 اما 21 واما 22. كيف بدي اميز؟ 13 حيكون اطول واحد، وشايفين الدارك باند تبعته كيف بتميز عن 14، و14 بتميز عن 5. فهمنا كيف؟ انه مثلا 14 شايفين كيف اللايت باند تتميز عن 15، وهكذا. وهي اخواننا المحترمين الاكيوريت ايدنتيفيكيشن ريكوايرد ستينينج وذ وان اوف فيريتي اوف ديز ريفير. يعني بيقول لي عشان انت تحدد بالضبط بدك ستينينج، بدك ايش ستينينج. احنا قلنا الجي باند الميتوتيك كروموسوم ار بارشري دايجست ويد تريبسين. اذا انا بدي اعمل دايجيشن للبروتينات بواسطه التريبسين عشان اقدر ادخل على الدي ان اي واعمل لها ستيننج بالجمزه. ستيننج بايش؟ بالجمزه، حتعطيني لايت اند دارك باند.
وفي عندي other staining الريفيرس والكيو staining. في انا عندي الكروموسوم abnormality in some cases identified لما بطلع على الباند، يعني هنا المنطقة لازم تكون light لقيتها dark، اذا بقول عن الكروموسوم بيكون ايش، بيكون انا عندي abnormality في الكروموسوم. بيكون مثلا انا عندي deletion او insertion او ما شابه، لاحظ بس لكن لازم يكون بالresolution power، لازم يكون ضمن الريسوليوشن باور يعني اكثر من 4 مليون بيس بير. لكن في سمولر ابنورماليتي في المايكرو ديليشن بيكون اقل من 4 مليون بيس بير، له طرق اخرى، له طرق يا اخواننا اخرى حنتعرف عليها باذن الله عز وجل في نهاية الشابتر. طبعا احنا عارفين من 1 ل 22 اوتوزومال نمبر من الكروموسومات الجسمية، اكس واي 6 كروموسوم، طبعا موجب يعني زيادة كروموسوم، سالب يعني loss of كروموسوم، البي يعني short arm، كيو يعني long arm، الديل يعني صار انا عندي deletion، طب التي يعني صار translocation. ايش يعني translocation؟ حناخدها باذن الله عز وجل. الترانسلوكيشن له حالتين، الحالة الاولى انا هاي كروموسوم وهي كروموسوم اخر، يعني مثلا هذا قول كروموسوم 2 وهذا كروموسوم 1، القطعة هذه تبعت الكروموسوم، القطعة هذه يا اخوانا تبعت الكروموسوم انقصت واجت هان، واجت ايش هان، والقطعة هذه انقصت واجت ايش هان، فهي الترانس لوكيشن، انه قطعة من كروموسوم 1 يروح على مثلا قطعة من كروموسوم 2، والقطعة تبعت كروموسوم 2 تروح على القطعة تبعت كروموسوم ايش 1، وهذا يا اخواننا اللي بسموه الترانس لوكيشن. اذا يا اخواننا المحترمين معلش بس انا روحت شوية، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قلنا الترانس لوكيشن له نوعين، الحالة الاولى قلنا بين تو هيتيرو كروموسوم، هيتيرو زايغاس كروموسوم، يعني يا اخواننا انا مثلا بين كروموسوم 3 مثلا وكروموسوم 5 مثلا، قطعة من كروموسوم 3 راحت على كروموسوم 5 وقطعة من كروموسوم 5 راح على كروموسوم 3، تمام ان شاء الله. الان الحالة الثانية تكون اكروسنتريك كروموسوم، كيف يعني؟ وهذا بسميه روبرتسونيوم ترانسلوكيشن، روبرتسونيوم ترانسلوكيشن، اعيد روبرتسونيوم. ايش يعني؟ الان احنا قلنا 13 و14 و15 و21 و22 عبارة عن ايش؟ اكروسنتريك. ايش يعني؟ يعني هاي الكروموسوم مثلا 14 وهذا كروموسوم 21 اكروسنتريك. ايش يعني؟ يعني السنترومير في الطرف، السنترومير ايش في الطرف، فالبي او الشورت ارم بيكون فيري 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 سمول، وكانه مش موجود، يعني الجينات اللي موجوده في البي قليله جدا 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 جدا، تمام. فبيكون هذا ستوك اند ساتلايت، اذا اكروسنتريك. ما احنا قلنا كروموسوم 14 21 اكروسنتريك، فايش بيصير؟ هلقيت هذا بنقص وهذا بنقص، تمام، فبتكون اثنين من الساتلايت واثنين من ايش الستيل، تمام، و14 و21 بيلتحموا مع بعض، شايفين كده، اذا هيك بنقص وبيلتحموا ايش مع بعض، فهذا بسموه روبرتسونيوم ترانسلوكيشن، نقلت ال14 على ايش ال21 او ال21 على ال14 نفس الاشي. لاحظ هذه اللونج ارم وهذه اللونج ارم، طبعا الشورت ارم ما احنا قلنا يا اخواننا الشورت ارم عدد جيناتها قليله فكانها لا تظهر، فكانها لا تظهر، فبطلع الكروموسوم هيو هذا هذا 14 وهذا 21، ف الكروموسوم 21 عبارة عن لونج ارم، ها الكروموسوم 21 لونج ارم وشوية جينات في الشورت ارم، فكأنه الكروموسوم 21 كله لونج ارم، فهذا عبارة عن كروموسومين في بعض، كروموسوم
21 وكروموسوم ايش 14. فهمنا ايش يعني الروبوتسونيوم ترانسلوكيشن؟ الترانسلوكيشن على الكروموسومات اللي بتصير إلها اكرو سنتريك. يعني مثلا هاي نفس الاشي، انا بقص من هان، طبعا هاي السنترومير، هاي السنترومير تمام، فهمنا هاي السنترومير، هدول هم ايش السنترومير، فبقص من هان وبقص من هان، فبيلتحمن مع بعض هدول الستوك اند ستلايت، وكروموسوم 14 بروح بنتقل على كروموسوم 21 روبوتسونيوم ترانس لوكيشن. طبعا يا اخواننا احنا قلنا في عندي ميتا سنتريك انه السنترومير بيكون في النص، واكرو سنتريك انه السنترومير بيكون ايش في الطرف، فالبي بتكون very very little genetic information. اذا في البي ارم في الاكروسنتريك بتكون قليلة جدا، عليها مادة وراثية قليلة جدا من ايش من الجينات طبعا. والصب ميتا سنتريك بتكون انه فين عندي بي ارم وفي عندي ايش كيو ارم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. في الحاجة بسموها ايو ابلويدي، ايو ايش ابلويدي، ابلويدي يا اخوانا هي نسخة واحدة من الكروموسومات. اذا بلويدي نسخة واحدة من الكروموسومات، فالإيو بلويدي إنه بيكون نسخة الكروموسومات طبيعي. كيف يعني؟ إنه الإيو بلويدي بيكون 23 وإيش ومضاعفاتها، يعني 23 46 كمان برضو 69 وأيضا 92. كيف يعني؟ لما يكون عدد الكروموسومات 69 يعني أنا عندي كل كروموسوم إله 3 نسخ، كل كروموسوم إله 3 نسخ، فبسميه تراي بلويد، تراي بلويد. إحنا قلنا بلويد عبارة عن نسخة، نسخة من الكروموسوم، فتراي يعني 3 نسخ من الكروموسوم، تراي يعني 3 نسخ من الكروموسوم، يعني كروموسوم واحد بلاقي منه 3 نسخ، وكروموسوم 2 3 نسخ، وكروموسوم 3 لعند 22 و اكس واي كله 3 نسخ 3 نسخ 3 نسخ 3 نسخ، بسميه تراي بلويدي، تراي ابو 3 كوبي اوف ايتش كروموسوم. اذا او ممكن يكون يا اخوانا برضو 92 كروموسوم، بسميه تترابلويد، تترابلويد اي اربع نسخ لكل كروموسوم، يعني كروموسوم واحد اربع نسخ، وكروموسوم اثنين اربع نسخ، وثلاث وهكذا. فاليو وهذا كله بسميه ايش اليو بلويدي. ممكن يكون ديبلويد، ايش يعني ديبلويد؟ انا عندي كل كروموسوم له نسختين، ديب يعني اثنين، ف كل كروموسوم إلو إيش نسختين، يعني 46 من الكروموسومات، 46 من كروموسومات كل كروموسوم بير إلو نسختين، يعني كروموسوم واحد عند اثنين من كروموسوم واحد، وكروموسوم اثنين عند اثنين من كروموسوم اثنين وهكذا. والديبلويد بيكون في الموس سوماتيك سيل، في معظم الخلايا الجسدية سوماتيك سيل تمام. طب الهابلويد، الهابلويد انا عندي نسخة واحدة لكل كروموسوم، اذا الهابلويد عبارة عن 23 ايش كروموسوم، 1 ممبر، واحد لكل كروموسوم، 1 ممبر لكل كروموسوم. والهابلويد بيكون في الجاميت، في السبيرم اند الايج، وكل هدول عبارة عن ايوبلويد. اذا لما يقول لي يا اخوانا ايوبلويد، الايوبلويد يعني 23 ومضاعفاتها، يعني لو انا عندي 23 من الكروموسوم بسميه ايوبلويد من نوع الهابلويد، من نوع الهابلويد. لو عندي 46 كروموسوم ايوبلويد من نوع الديبلويد. لو عندي 69 كروموسوم ايوبلويد من نوع الترايبلويد، ولو عندي 92 كروموسوم ايوبلويد من نوع تترابلويد. فالايوبلويد انه يكون 23 كروموسوم ومضاعفاتها. طيب لو كان انا عندي 47 كروموسوم ما بسميه ايوبلويد، بسميه ان ايوبلويد، ان ايوبلويد. ايش يعني ان؟ يعني ليس ايوبلويد. يا اخوان انتوا عارفين ايو يعني طبيعي او نورمال، وبلويدي يعني نسخه،
يعني نسخ طبيعية، نسخ ايش؟ طبيعية، يعني لا يعني يعني كيف هلقيت حنيجيها ان شاء الله عز وجل. الان اللي بدنا نعرفه انه بيكون 46 كروموسوم في معظم السوماتيك سيل، بيكون 23 كروموسوم في الجاميتات. طيب كيف بدي انا اكون ترايبلويد؟ هلقيت يا اخوانا لو انا عندي هاي بويضة خصبها اثنين من الحيوانات المنوية، اثنين من الحيوانات ايش؟ المنوية. هيت هذا في 23 وهذا 23 وهذا 23 البويضة، يعني البويضة 23 واثنين من الحيوانات المنوية خصب بويضة واحدة بيعطيني جسم بسميه تراي بلويد. طيب لو انا هاي البويضة وخش فيها الحيوان المنوي والبويضة صار إلها دوبليكيشن لكن لم تتضاعف، احنا قلنا البويضة 23 كروموسوم والحيوان المنوي 23 كروموسوم، 23 يعني الكل 46. تمام، هذه البويضة صار إلها دوبليكيشن اند ريبليكيشن، صار إلها تضاعف، فبدل 46 كروموسوم صارت تضاعف الى قديش؟ الى 92 كروموسوم، لكن ما انقسمتش، فظلت البويضة او الزايغوت تحتوي على 92 كروموسوم. هذه الحالة بسميها تترابلويد، تترا ايش؟ طبعا هدول الحالات يا اخواننا بموتوا، تمام؟ بموتوا، اوكي؟ فبيقول رير، ليش؟ عشانه ليثل، رير وهو كمان ايش؟ ليثل. اذا لما يكون يا اخواننا تراي بلويد بسميها الحاله مثلا ايو بلويد، لكن عندي ابنورمال نمبر اوف كروموسوم. ليش؟ انا عندي 69 كروموسوم، الاصل 46 كروموسوم، 46 الاصل 46، طب انا عندي 69 فعدد الكروموسوم ابنورمال كروموسوم، لكن بسميها الحالة ايوبلويد ابنورمال، ايوبلويد ابنورمال. فاهمين هذه؟ تمام. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. فيا اخواننا المحترمين هنا ايش بيقول لي؟ بيقول لي الايوبلويد، وينها كتبيتها الطالبة؟ بيقول لي الايوبلويد، ها الايوبلويد لا تعكس اذا الخليه نورمال او ابنورمال. ها الايوبلويد بيقول لي انه عدد الكروموسومات من مضاعفات ال 23 وليس الخليه نورمال وايش وابنورمال. بيقول لي الترايبلويد والتترابلويد بشوفهم في السبونتينيوس ابروشن في المسكرج، يعني انا لما يصير عندي مسكرج وتفحص الجنين ممكن تلاقيه ترايبلويد وتترابلويد لما يكون سبونتينيوس ابروشن. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فهم يا اخواننا ما بيعيشوا ان كومباتبل سيرفايفل، ما بيقدر يا اخواننا يعيشوا. بيقول لي التراي بلويد واحد لكل 10,000، ها واحد لكل 10,000 من اللي بنولده بيكون عندهم حاله التراي بلويد. اذا واحد لكل 10,000 بيكون عندهم حالة ايش؟ لتراي بلويد. طبعا لاحظ هنا اذا واحد لكل 10,000 بيكون عندهم حالة لتراي بلويد، وان عندهم يا اخوانا بيكون مالتيبل ديفكت، حتى هو الاصل يموت لكن حتى لو ولد بيكون عنده ديفكت في الهارت، ديفكت في السنترال نيرفوس سيستم، وديفكت في كثير من السيستم، وبالتالي دونت سيرفايفل، دونت ايش؟ سيرفايفل. تمام. اذا معظم هذه الحالات لوست برينيتال، يعني لوست وين؟ في البري نيتال، يعني بخسرها قبل ما ينولد، بخسر الجنين قبل ما ينولد. التترابلويد ايضا معظم هذه الحالات ليثال، تمام، وبخسرها تمام، لكنه ايش؟ ريرر، يعني اندر ماتش ريرر، يعني التترابلويد ريرر دان ترايبلويد، ريرال دان. وبرضو فقط حالات قليلة جدا 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 بقدر ايش اشوفها في التترا بلويد، بقدر افحصها في التترا بلويد. يعني مثلا هنا في التترا بلويد، مثلا هنا تراي بلويد وهنا ايش؟ تترا بلويد. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. الان
ان ايو بلويدي. ان ايو بلويدي يعني عدد الكروموسومات مش من مضاعفات الثلاثه ال 23، يعني مثلا ممكن يكونوا 45 كروموسوم، هنا صار انا عندي لوس او سالب لا كروموسوم. ممكن يكونوا 47 كروموسوم، هنا صار جين او زياده في كروموسوم معين. فلو انا فقدت كروموسوم بسميها الحاله مونوسومي. ايش يعني مونوسومي؟ اي فقدت كروموسوم. طيب لو انا اكتسبت كروموسوم بسميها الحاله تراي سومي. ايش يعني تراي سومي؟ يعني انا اكتسبت كروموسوم. ايش يعني؟ يعني انا مثلا كروموسوم 15 الاصل يكون منه نسختين، لكن انا لقيت نسخه واحده من كروموسوم 15 فمونوسومي. ايش يعني مونوسومي؟ نسخه واحده من كروموسوم 15، وبالتالي انا فقدت كروموسوم 15. فانا الاصل يكون عندي كروموسومين، فقدت واحد وضل واحد فصار مونوسومي. الاصل يكون دايسومي، يعني كروموسومين 15، تمام؟ طيب انا كروموسوم مثلا 21 لقيت منه 3 نسخ، فايش بسميها الحاله؟ ترايسومي. ايش يعني ترايسومي؟ اي كروموسوم 21 عنده ايش؟ 3 نسخ. كل الاوتوزومال ان ايوبلويد. ايش يعني اوتوزومال ان ايوبلويد؟ يعني سواء فقدت كروموسوم واحد او اثنين او ثلاثة او اكتسبت كروموسوم واحد او اثنين او هكذا، بس ايش في الكروموسومات الاوتوزومال اي كروموسومات الجسمية، يعني من واحد لاثنين وعشرين، من واحد لاثنين وعشرين. يعني مثلا لو انا عندي حالة مونوسومي في كروموسوم 15، عندي حالة مثلا ترايسومي في كروموسوم 10، يعني في الكروموسومات الجسمية عندي ان ايوبلويد، كل هذا يا اخواننا بموتوا قبل ما ينولدوا، بموتوا قبل ما ينولدوا كل هذه الحالات، ما عدا ثلاث حالات، ما عدا ايش؟ ثلاث حالات. لو انا اترايسومي في كروموسوم 21، ها لو انا اترايسومي في كروموسوم 21 يعني انولد الجنين وعنده كروموسوم 21 ثلاث نسخ، بسمي هذه الحاله داون سيندروم، بعيش. طبعا بعيشش كتير، لكن انه بعيش وبكبر، يعني ممكن يصير عمره 5 سنين وسبع سنين، بسمي هذه الحالة داون سيندروم، المهم بعيش. طيب لو كان كروموسوم 18 لقيت منه 3 نسخ، بعيش، بسمي الحالة إدوار سيندروم، اترايسوم في كروموسوم 18. لو لقيت كروموسوم 13 عنده 3 نسخ، بعيش، بسمي هذه الحالة باتو سيندروم، باتو إيش سيندروم. لكن كل المونوسومي بموتوا، ها كل المونوسومي في الاوتوزومال، اذا كل الاوتوزومال مونوسوم بموتوا، وكل الاوتوزومال ترايسوم بموتوا ما عدا اذا صار ترايسوم في 13 و18 و21. والله لو كان 13 باتو، واذا كان 18 ادوار، واذا كان 21 داون سيندروم، داون سيندروم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. يا اخواننا اكثر حالات الاجهاض، يعني لو انا النسوان صار عندهن ابروتشن او ميسكاريج، اكثر حالات الاجهاض بلاقي انه كروموسوم 16 فيه منه 3 نسخ. افحص الكاريوتايب بالسايتوجينيسيس، بعلم السايتوجينيسيس افحص الكروموسومات، حتلاقي عندي ترايسوم في كروموسوم 16. اذا اكثر حالات الاجهاض بلاقيها ترايسوم في كروموسوم ايش؟ 16، تمام. الان الداون سيندروم، الداون سيندروم تمام، 95% من الداون سيندروم، يعني اللي عنده داون سيندروم 95% من هذه الحالات عنده زياده في كروموسوم 21، عنده زياده في كروموسوم 21. طب كيف؟ حنجيها بس لقدام شويه. و4% من الحالات عنده حاجة بسميها روبرتسونيوم داون سيندروم، وواحد في المية من هذه الحالات عنده حاجة بسميها موزايك كاريو تايب. ايش يعني من هذا كله؟ الان يا اخواننا لو صار انا عندي حقيقتي مش الخلية في الميوسيز بصير نمدي جانكشن، يعني خلينا مثلا هان اتخيل يا اخواننا مثلا هان انه هذا مثلا كروموسوم اسمه 21، كروموسوم اسمه 21، طبعا راح يتضاعف
في الـ في الـ في مرحلة الـ مش احنا قلنا يا اخواننا الخلية لما بتنقسم بدها تخش في الجي 1 ثم الاس فيز ثم الجي 2 ثم في الميوسيس او الميتوسيس حسب ايش بدها تنقسم، ميوسيس انقسام منصف او انقسام متساوي الميتوسيس. الان ما علينا، المهم هي الكروموسوم 21 صار له تضاعف، نعتبر هذا كروموسوم ايش مثلا ايه 21 صار له يا اخواننا ايش تضاعف. تمام، الأصل الخلية هذا الخلية تنقسم إلى خليتين صح؟ الأصل هنا يعني الكروموسوم هذا يجي هان والكروموسوم هذا يجي هان، زي هذه الحالة بالضبط، شايفين هذه الحالة؟ هي كروموسوم 21 اتضاعف إلى كروموسومين، فهذا الكروموسوم أجا هان وهذا الكروموسوم أجا هان، تمام؟ لكن هان الحالة، في هذه الحالة إنه هان ها هان أجا الكروموسومين مع بعض، فما صار disjunction، فبسمي هذه الحالة non-disjunction. الآن non-disjunction تمام فبالنهاية راح يعطيني اثنين كوبي من نفس الكروموسوم، فلما هلقيت هذا الكروموسوم راح يكون عنده نسختين، نعتبر هذه هي الحيوان المنوي. هلقيت الأوفم عندها نسخة واحدة من كروموسوم 21، فلما يتحد هذه مع هذه راح يعطيني ثلاث نسخ من كروموسوم 21. أعيد يا أخواننا المحترمين، أنا ما صار عندي disjunction هان صح؟ فبالنهاية الأصل إنه أنا هاي الكروموسوم 21 صار إله replication أو duplication، صار أنا عندي اثنين من الكروموسوم 21، طبعا صار disjunction، بسميه disjunction في الميوسيس واحد تمام، فهاي كروموسوم وهاي كروموسوم، ثم صار disjunction فصار هاي كروماتيد وهاي كروماتيد وهاي كروماتيد وهذا كروماتيد، بسميه disjunction في ميوسيس اثنين، يعني disjunction اثنين تمام. فأنا هجيت هذا الكروماتيد لما تيجي البويضة، والبويضة كمان عندها يعني كروموسوم 21 نسخة واحدة، فلما يجي هذا محاض حيكون أنا عندي نسختين فقط من كروموسوم 21 تمام. لكن هان الحالة أنا عندي اثنين كروماتيد تمام، يعني ما هو الكروماتيد بالنهاية حيتحول لكروموسوم، ما علينا، نعتبر أنا عندي اثنين كروموسوم، البويضة من الأصل عندها نسخة واحدة من كروموسوم 21، فلما يجي هذا محاض حيكون عندي ثلاث نسخ من كروموسوم 21. إذن 95% من الداون سيندروم بيكون أنا عندي ثلاث نسخ من كروموسوم 21، كيف؟ إنه صار non-disjunction لكروموسوم 21 تمام. وبقول لي 4% من حالات الداون سيندروم بيكون روبرتسونيوم داون سيندروم، كيف هذا الكلام بده يصير؟ تمام، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الان شايفين يا اخواننا، نعتبر هنا 21 وهذا برضو 21 مش 14، هذا ايش يا اخواننا؟ هذا 21، بالله عليك 21 مش 14 تمام. ايش يعني روبرتسونيوم داون سيندروم؟ انه قص من هان والحم ال21 مع ال21 وبطلع هذا الشكل. ايش بطلع؟ انا قلت لكم هذا مش 14، اعتبروه 21. فصار انا عندي نسختين من 21، نسختين من ايش؟ من 21. فلما تيجي الاوفم عندها نسخه واحده من ال21، فلما تيجي الاوفم تتحد مع حاض محاض حيكون عندي ثلاث نسخ من 21، ثلاث نسخ من 21 يعني داون سيندروم، بس داون سيندروم عن طريق الروبرتسونيوم. أعيد، كيف صار الداون سيندروم عن طريق الروبرتسونيوم؟ نعتبر هنا برضو كروموسوم 21 وهي 21 وهي كروموسوم 21، صار لهم ترانس لوكيشن روبرتسونيوم، يعني في الاكرو سنتر هذا طار وهذا طار وهذول الاثنين اللي تحت مع بعض وسموه وهنا بدل 14 قلنا 21، فاعطاني نسختين من 21. واحنا قلنا انه البي ارم بتكون فيري عليها جينات جينيتكس ماتيريال، يعني ما بدق صحيح، انا هنا البي ار الجينات تبعتها طارت، بس انا مش داقق عليها، فبيصير انا كانه عندي
21 نسختين، هاي نسخة تمام وهاي كمان نسخة. فلما تيجي البويضة تتحد مع هذا الذكر، مع هذا الذكر، طب ما البويضة عندها 21 كروموسوم وهنا نسختين من 21 كروموسوم، فصار عندي 3 نسخ من 21 كروموسوم. طيب لو هاي البويضة اتحدت مع هذا، مع هذا مش مع حاد، لا ها هاي البويضة اتحدت مع هذا، طبعا هذا فيش مش 21 انما على الفاضي اصلا بموت، يعني الاصل انه هذا يصير يعني خلية لحال وهذه خلية لحال وهذه حتموت، يعني هذا حتروح، هذا حتروح، فكأنها فاضية. فالبويضة عندها نسخة واحدة من 21 واجت اتحدت مع حاد ما لقتش 21 فصار مونوسومي ل 21، يعني انا فقدت 21 طبعا بموت، ما انا فقدت 21. فعرفنا ايش يعني روبوتسونيوم داون سيندروم، انه 4% عندي بيكون نسبتهم، يعني الداون سيندروم 94% او 95% من الداون سيندروم خلالهم في النانديج جانكشن، فصار 3 نسخ من ال 21 و 4% من الداون سيندروم الخلل تبعهم كان في الروبوتسونيوم داون سيندروم. طيب ضايل 1% هذا بسميه موزايك كاريوتايب. موزايك ايش؟ كاريوتايب. ايش يعني الموزايك كاريوتايب؟ انه الخليه نفسها عندها موزايك. ايش يعني؟ يعني عندها بعض الخلايا، ها بعض الخلايا عندها نسختين من ال 21 وبعض الخلايا عندها 3 نسخ من ال 21. طب كيف صار هذا الكلام؟ مش عليكم، مش عليكم، مش عليكم. اذا اعيد يا اخواننا، طبعا هذا الكلام في مرحلة الزايغوت، ولما اتحد السبيرم، لما اتحد السبيرم مع الاوفم، المهم ما عليكم، ما عليكم. ايش يعني الموزايك كاريوتايب؟ واحنا هنجد في الداون سيندروم انه بعض الخلايا عندها نسختين من 21 يعني نورمال، وبعض الخلايا عندها 3 نسخ من ال 21 يعني اب نورمال داون سيندروم. ما احنا قلنا لو لقيت 3 نسخ من ال 21 بيبقى داون سيندروم، وهدول هدول الحالات بتكون اخف حالات، اخف ايش حالات واخف ضرر. وهدول الحالات الموزايك كاريوتايب في بعض الحالات بتكون سيفير، اللي اذا كان النورمال اقل من يعني كيف اقل من الاب نورمال، يعني كيف انا شخص عنده 70% من من خلايا تحتوي على 3 نسخ من 21 و30% من نسبه الخلايا اللي عنده تحتوي على نسختين من 21، كيف بدك تكتبه؟ بدك تكتبه 47. ايش يعني 47؟ يعني زياده في كروموسوم، يعني ترايسومي، واكس واي يعني ذكر، موجب يعني جين 21. ايش يعني جين 21؟ يعني انا اكتسبت كروموسوم 21، الاصل يكون عندي كروموسومين من 21 لكن صار موجب 21 يعني اخذت كمان كروموسوم. قديش نسبتهم؟ 70%. يعني 70% من خلايا هذا الانسان عنده 3 نسخ من 21. طيب 46 اكس واي 30%، طبعا 46 يعني نورمال، و30% من خلايا هذا الإنسان عنده 46 كروموسوم، أي 21 21 يعني نسختين فقط من ال 21. وهذا يا أخوانا إيش بسميه؟ المزيس. إذن ما هو الداون سيندروم؟ الداون سيندروم يا أخوانا يعني عندي 3 نسخ من ال 21 من كروموسوم 21. ممكن 95% من الأشخاص المصابين بالداون سيندروم عبارة عن أنه عندهم 3 نسخ من 21، 4% عندهم روبوتسونيوم داون سيندروم، و1% المزيك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. طبعا إحنا قلنا يا إخواننا المزيك، المزيك ممكن يكون في الكروموسومات، يعني انا الكروموسومات عندها موزايك، او في سينجل جين ديسوردر ممكن يكون موزايك. ايش يعني؟ يعني مثلا شخص مصاب بمرض معين، 70% من خلايا هذا الشخص مصاب بهذا المرض، و30% من خلايا هذا الشخص سليمه من هذا المرض، فلا هو سليم 100% ولا هو مصاب 100%. تمام تمام،
اذا بسميه موزايك، تمام، او في الكروموسومات بتكون الموزايك، تمام. يعني ان شاء الله تكون وضحت لكم الصورة. والروبوت سونيوم داون سيندروم، طبعا يا اخواننا بيقول لي الداون سيندروم هو اكثر الامراض شيوعا في الاوتوزومال ترايسومي. يعني شايفين هان ايش بيقول لي؟ بيقول لي the most common autosomal trisomy هو داون سيندروم. لاحظ ايش قال لي autosomal، ايش يعني؟ يعني كان الزياده في الكروموسومات الجسميه، مش تروح تقول الاكس والواي، لا. وايش قال لي ترايسومي وليس مونوسوم، هو اصلا المونوسومي راح ايش؟ راح يموتوا. هذول الاشخاص راح تلاقي عندهم منتال ريتارديشن، راح تلاقيهم شورت، راح تلاقيهم هايبوتونيا. طبعا يا اخواننا الاعراض راح تحفظوهن ان شاء الله عز وجل، لكن بدنا نعرف شغله مهمه جدا، انه هذول الاشخاص برضو بيكون عندهم الزهايمر ديزيز. مهمه يعني هذه تعرفوها، بيكون عندهم ايش؟ الزهايمر ديزيز، وبكون طبعا عندهم منتال ريتارديشن برضو عارفينه. يا اخواننا الدكتور في الامتحان النصفي ما بيدق على الاعراض كتير، اعيد، الدكتور في الامتحان النصفي ما بيدق على الاعراض كتير، ولكن في الامتحان النهائي بيدق كتير 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 على الاعراض. ليش؟ عشان عندنا شابتر كامل للمرض واعراضه، شابتر كامل للمرض وايش واعراضه، فممكن انتم تحفظوها من هالجيت وتريحوا حالكم، تمام. كيف بدنا نحفظهم؟ ولا إشي، بتروح على مثلا بتشوف صورة واحد عنده داون سيندروم، افتح على جوجل صورة داون سيندروم وبتحفظ الأعراض، تمام؟ تمام. الآن الإدوارد سيندروم إيش هو؟ عنده ثلاث نسخ من كروموسوم 18، الإدوارد سيندروم ثلاث نسخ من كروموسوم 18، وبيكون عنده يا إخواننا إيش؟ منتال ريتارديشن. بيكون عنده ايش؟ منتال ريتارديشن. وبرضه شايفين اللي بيميزوا الايدوارد سيندروم بيكون عندهم كلينشد فيست وذ اوفرلابينج فينجر. يعني شايفين كيف ايده؟ شايفين ايده بتكون كلينشد يعني منكمشه، قبضه يده والفينجر بيكون ايش؟ اوفرلابينج، تمام. بيكون عنده طبعا لو في الجو، شايفين انتوا يعني لو تفتحوا على النت وتشوفوا شايفين الجو تبعه بيكون عنده لو في الجو، تمام، وبيكون عنده طبعا منتال ريتارديشن. إيه بس بالله عليكم يا اخوانا معلش بدنا نراجع بس شويه في الداون سيندروم. مرض الداون سيندروم احنا قلنا ايش؟ بيكون عنده الزهايمر ديزيز، عرضه انه يكون عنده يعني الزهايمر ديزيز. وايضا يا اخوانا بموت على عمر بكير، طب ليش؟ عشان بيكون عنده كونجينيتال هارت ديفكت، بيكون عنده ايش؟ كونجينيتال هارت ديفكت، وبيكون عنده يا اخواننا اكيوت ليمفو بلاستيك لوكيميا، بيكون عنده يا اخواننا لوكيميا من نوع ليمفو بلاست. طبعا ايش يعني لوكيميا من نوع ليمفو بلاست؟ حتاخذوها باذن الله في الباثو. بيكون عنده ريديوس فيرتيليتي، لكن ممكن ينجب، ممكن يخلف، مش هم هو صحيح بموت في عمر بكير، بس قصده ريديوس فيرتيليتي مش يعني الاخصاب عنده ايش؟ صفر، هاي قصده. طبعا بيكون عنده منتال ريتارديشن، وبيكون انكريز ريسك وذ انكريز ماتيرنال ايج. يعني كل ما الست تقدمت في العمر كل ما كان عرضه انه تجيب اشخاص عندهم داون سيندروم. طب السبب حناخده لقدام باذن الله عز وجل. اما الادوار سيندروم، الادوار يا اخوانا سيندروم بموت دغري. ليش؟ شايفين عندهم congenital heart defect فموت دغري. الداون سيندروم بعيش سنوات، اما الادوار لا، الادوار بموت يعني ممكن خلال 6 شهور يكون ميت. لاحظين يا اخواننا الادوار شايفين دانه نازل لتحت، فالدان lower set في الدان، يعني دانه نازله لتحت شويه، تمام. والادوار زياده في كروموسوم 18. طيب الباتاو سيندروم ترايسوم في كروموسوم 13، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبرضه الباتاو سيندروم بموتوا يا اخوانا يا دوب بكملوا السنه. بس ايش اللي بيميز الباتاو سيندروم؟ اللي بيميز الباتاو سيندروم مهم هذا، عنده كليفت ليب وبالات. اذا شايفين هذه يا اخوانا، شايفين لاحظ
الليب تبعته عنده كليفت فيها. ولو تلاحظوا على البلاتاين حتلاقوا برضو عنده كليفت في البلات. كليفت في وين؟ في البلات. تمام؟ عنده منتال ريتارديشن، عنده مايكروسيفالي. لاحظين يا اخواننا عيونه كيف صغار، شايفين؟ فايش بسميها؟ مايكروفثالميا. يعني عينيه صغار، يعني الباتاو، يعني لما يجي هان احفظ الصوره. عنده مثلا كليفت بالات، كليفت ليب وكليفت بالات. عنده مايكروفثالميا، يعني صغار. طبعا عنده اكيد منتال ريتارديشن. يا اخواننا الثلاث امراض عندهم منتال ريتارديشن، الثلاث امراض عندهم منتال ريتارديشن، والثلاث امراض عندهم رينا عندهم كاردييك ديفكت. الثلاث امراض عندهم كونجينيتال هارت ديزيز. تمام تمام. هذا الشخص بيكون عنده مايكروسيفالي وبيكون عنده منتال ريتارديشن، لكن برضه اللي بيميز، يعني اللي بيميز تاو سيندروم حاجتين. يعني لما انت تشوفه ايش حتلاقي؟ حتلاقي كليفت ليب او كليفت بالات، يعني الليب تبعته مشقوقه فيها كليفت او البالات تبعته مشقوقه. تمام. وحتلاقي له اصبع زياده، بسميه ايش؟ بسميه اكسترا فينجر اند توز. اطلع على اصابعه بتلاقي له واحده زياده، يعني عد هدول سته، هدول ايش؟ سته. تمام. بولي داكتيل. مهمة هذه تحفظوها، مهمة جدا ايش تحفظوها. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اذا يا اخواننا خلصنا الابنورماليتي تبعت الكروموسومات في النمبر في الان يوبلويد، بس في الاوتوزومال قلنا كل المونوسومي اي اذا نقص واحد من الكروموسومات الجسمية بموت، وكل بموت الشخص، بموت خلاص بعيشش، ممنوع يعيش اصلا. طيب، وكل الترايسومي اي اذا زاد اي كروموسوم جسمي الشخص بموت، الا في ثلاث حالات: اذا زاد كروموسوم 18 ادوار سيندروم، اذا زاد كروموسوم 13 باتاو سيندروم، واذا زاد كروموسوم 21 داون سيندروم. وهذه كلها كروموسومات جسميه. الان يا اخوانا ناخذ الان يوبلويدي على الكروموسومات السكس، على الكروموسومات الجنسيه. ممكن يكون جين او لوس، يعني مثلا ممكن يكون شخص عنده اكس اكس اكس، يعني ثلاثه من الاكس، او مثلا بنت عندها اكس زيرو. ايش يعني اكس زيرو؟ يعني اكس واحده. تمام. فممكن يكون gain وممكن يكون ايش؟ loss. تمام. وهو يا اخواننا relatively common، وهو شائع جدا. وايش له؟ less severe consequencing، يعني السيفيريتي تبعته بتكون less عن مين؟ عن الاوتوزومال ان يوبلويدي، بتكون ايش؟ يعني السيفيريتي قليله. طب ليش؟ مثلا انا يا اخواننا بنت عبارة عن 45 كروموسوم و X 0، يعني أنا كروموسوم X مفقود، يعني الأصل يكون عندها 2 من ال X لكن واحد مفقود. طبعا هل البنت بتقدر تعيش في كروموسوم 1 X؟ بتقدر تعيش في كروموسوم 1 X. الدليل إنه إحنا كنا نعمل inactivation لباقي ال Xات، يعني نخلي X 1 active وباقي ال X inactive. طيب مثلا بنت 48 كروموسوم، كيف صارت 48 كروموسوم؟ يعني عندها اكس واكس واكس، ثلاثة من الاكس. بتعيش هذه البنت؟ بتعيش. طب كيف؟ انه هذه البنت انا بعمل ان اكتيفيشن لهذا الاكس وان اكتيفيشن لهذا الاكس، بضل اكس واحد، بضل ايش؟ اكس واحد. وبالتالي السكس ان ايوبلويدي بتكون شائعة. ليش؟ عشان ما بيصير مسكارج. لكن في الاوتوزومال ايوبلويد بيكون ميسكارج، عشان كده ما بقدر اشوفه، فبتكون مش شائعه. تمام. وبالتالي هارم هيلبفول، يعني بعض الاشياء بتساعدني انه ما يكون ميسكارج. اول شيء انه بيقدر الواحد يعيش على واحد اكس من الكروموسوم. اف الواي از بريزنس، ده فينوتايب بيكون ميل، يعني لو انا يا اخواننا الواي موجود
اذا الشخص راح يكون ايش الفينوتايب شكله الخارجي ميل، لكن ممكن يكون بعض الاكسبشنات طبعا كيف حناخده بس مش مشكله. اذا انا عندي اكتر من اكس، ها اذا انا اكتر من اكس all but will be طبعا all but one will be become bar body in each cell. ايش قصده؟ يعني لو انا عندي 3 اكسات هذا راح يصير له inactive وهذا inactive وراح يضله x واحد، راح يضله ايش x واحد. inactive للx يعني bar body، ايش bar body يعني inactive للx، كلهن ما عدا واحد. عندي حالتين التورنر سيندروم والكلايفنتر، وانتو عارفين الان يا اخوانا بالله عليكم ركزوا معايا مهمة جدا جدا. الان اذا لقيت عند الشخص واي كروموسوم اذا هو ميل، اذا هو ايش ميل، لكن ممكن يكون اكسبشن. كيف يعني؟ هلقيت انا عارف انه في الواي كروموسوم في الشورت ارم في جين اسمه SRY، هذا الجين هذا جين الذكورية مسؤول عن كل اشي بخص الاشياء الذكورية. فتخيل هذا الجين مش موجود، ها هذا الجين ايش مش موجود، الشخص بكون ذكر لكن صفاته بتكون صفات انثوية، صفاته بتكون صفات انثوية شرحناه في الشابتر الاول. اذا ممكن يكون الشخص ذكر لكن صفاته صفات انثوية، تمام. طبعا وايضا ممكن يا اخواننا حاجه بسميها اندروجين ان سنسيتيف سيندروم. ايش يعني اندروجين ان سنسيتيف سيندروم؟ هذا الشخص ما بيستجيب للاندروجين، هو عنده واي، عنده واي كروموسوم لكن عنده حاله بسميها اندروجين ان سنسيتيف سيندروم. طب ليش؟ عشان الجين ها الجين تبع الاندروجين ريسبتور مش موجود. اذا مش انا عندي الاندروجين اندروجين ريسبتور يعني الريسبتور تبع الاندروجين الجين تبعه في ميوتيشن يعني مش موجود، فالريسبتور مش موجود. اذا قد ما تعطي له اندروجين على الفاضي مش راح يستجيب للايش للاندروجين، والجسم ومش راح يستفيد من الاندروجين حتى اللي بصنعه الجسم، مش الجسم بصنع اندروجين مش راح يستفيد منه. تمام. فطبعا احنا عارفين انه الاندروجين مهم جدا 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 في الذكورية وكذا والتستستيرون، طبعا من الاندروجين مثلا التستستيرون. اذا بعض الاشخاص عندهم مثلا التستستيرون قليل او التستستيرون مش موجود، طبعا ليش؟ ممكن يكون خلل في انزيم. ها مثلا في انا عندي انزيم بسميه اكتيفيتور 5 الفا، اكتيفيتور 5 الفا ريدكتيز انزيم. هذا الانزيم مهم جدا للتستستيرون، طبعا واحد عنده خلل في هذا الانزيم اذا راح يكون عنده خلل في التستستيرون. طبعا واحد عنده خلل في التستستيرون، خلل في الاندروجين، خلل في الاس ار واي، بيكون يا اخوانا هو ميل لكن عنده صفات انثويه كثيره. الان لما مثلا شخص عنده مثلا اكتيفيتور 5 الفا ريدكتيز انزيم او اندروجين انسنسيتيف سيندروم او ال 5 الفا ريدكتيز انزيم، هذا يا اخواننا انت لما ينولد تطلع عليه بتفكروا في ميل، بتفكروا ايش في ميل. ليش؟ عشان التستس بتكون موجوده وين؟ بتكون موجوده في الانجواينال، اذا بتكون موجوده في الانجواينال كلان، فانت بتفكرها هيرنيا مش تستس. ليش؟ عشان اللي كان مسؤول عن انه ينزل التستس، يا اخوانا انتم عارفين التستس بتكون موجوده وين؟ في الابدومين، بتكون موجوده في الابدومين، فالتستوستيرون مهم جدا انه ينزل التستس من الابدومين الى السكروتم. طيب لو التستوستيرون مش موجود التستس راح تضلها في الابدومين، فممكن تتفكر في انا عندي هيرنيا، وممكن تفكر انه هذا طفله، انه هذا بنت مش صبي، تمام؟ وانت اصلا لازم تشيل التستس، تمام؟ ممنوع تضلها في بطن الجنين، بطن المولود. الان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الان يا اخواننا حناخد على باذن الله عز وجل الكلاين فينتر سيندروم، وفي حاجه بسموها هنا برضو التورنر سيندروم. طبعا
الكلاين فينتر سيندروم، هذا الكلاين فينتر بصيب الذكور، بصيب ايش؟ الذكور. انه الذكر الاصل اكس واي صح، لكن بيكون عنده كمان اكس، بيكون عنده ايش؟ كمان اكس. وبالتالي طبعا واحد راح يقول لي الجسم راح يعمل ان اكتيفيشن لاكس ويضل اكس سليم، بقول لك تمام، لكن هل الان اكتيفيشن لكل الاكس ولا في جينات ما بيصير لها ان اكتيفيشن؟ حتقول لي يوجد جينات ما بيصير لها ان اكتيفيشن، فبيصير هذا الشخص عنده جينات انثويه كثيره، عنده جينات انثويه ايش؟ كثيره. فبيكون يا اخواننا هذا الشخص ميل لكن عنده بعض الصفات الانثويه، مثلا بيكون التستيكولار اتروفي، يعني التستس اتروفي، يعني وبالتالي ممكن ما يكون عندهم تستس، بتكون اتروفي. ممكن يكون عندهم انفيرتيليتي، ما هو عنده تستس اتروفي. طيب اطلع على التستوستيرون بتلاقيه قليل، اطلع على التستوستيرون بتلاقيه ايش؟ قليل، تمام. لكن اطلع على ال اتش والاف اس اتش بتلاقيه عالي. لاحظ هو عنده واي، هو عنده واي لكن التستوستيرون قليل. ما احنا قلنا بعض الصفات الانثويه، سيندروم. برضو ممكن يكون فيميل ديستريبيوشن اوف هير، يعني الشعر تبعه زي شعر البنات في توزيع الشعر، تمام. وممكن يكون عنده غاينيكوماستيا، بس مش كل الاشخاص بيكون عندهم بصراحه غاينيكوماستيا، يعني البريست متضخم غاينيكوماستيا، وهذا ممكن يسوي يا اخواننا بريست كانسر، تمام. الكلاين فينتر سيندروم اشهر حاجه كده انه 47 XXY، لكن ممكن يا اخواننا يكون عنده الشخص هذا XXYY، وبرضه بسميه كلاين فينتر سيندروم. الكلاين فينتر يعني خلل في السكس كروموسوم اللي بصيب ايش؟ الذكور. متى ممكن يكون XXYY؟ بس في هذه الحاله بسموهوش كلاين فينتر سيندروم، بسميه كلاين فينتر فاريابل. كلاين فينتر ايش؟ فاريابل، تمام. الآن التورنار سيندروم، التورنار سيندروم هذا بيصيب الإناث. إيش يعني؟ الأصل يكون الأصل البنت تكون 46 XX، لكن إيش البنت بتكون 45 X0. إيش يعني؟ يعني فقدت كروموسوم X، فقدت إيش؟ كروموسوم X، فسميتها تورنار سيندروم. 50% من التور نار سيندروم بيكون عنده مونوسومي للإكس، 50% من التور نار سيندروم بتكون فاقدة الإكس. في بعض الحالات بتكون إيش؟ بتكون حاجة بسميها آيزو كروموسوم. إيش يعني آيزو كروموسوم؟ نيجي هنا بس، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. الآن يا أخواننا هذا الإكس كروموسوم صحيح؟ حتقولوا له صحيح. جنبه هاي كمان اكس كروموسوم، هاي كمان ايش؟ اكس كروموسوم. لخلل معين، لسبب معين، البي ارم هذه راحت والبي ارم هذه راحت، يعني الشورت ارم راحت والشورت ارم راحت، وتو كيو ارم اتحدوا مع بعض فاعطوني هذا الشكل. هذا الشكل بسميه ايزو كروموسوم، ايزو كروموسوم. اذا هذا الشكل ايش بسميه؟ ايزو كروموسوم، انه الكيو اتحدن مع بعض، تمام. حتقولوا لي تمام، فبيكون مثلا البنت يعني مثلا بتكون البنت 45 اكس اكس كيو. ايش يعني اكس كيو؟ يعني انا عندي انه الكيو اتحد ايش مع بعض، انه الكيو ايش يا اخواننا اتحد إيه مع بعض. طيب هقيت يا اخواننا يعني ايش الخلل وايش الكذا. هقيت مش انا يا اخواننا بعمل اكس ان اكتيف، مش الاصل انا عندي يكون اكس اكس، مش بعمل يا اخواننا انا عندي اكس ان اكتيفيشن. هتقول لي انا بعمل اكس ان اكتيفيشن، معظم الان مش انا بكون في جينات ما بيصير لها ان اكتيفيشن، معظم الجينات اللي بتهرب من الان اكتيفيشن بتكون
في الشورت ارم. اعيد، مش انا بعمل اكس ان اكتيفيشن، لكن بعض الجينات بيصير لها سكيبينج من الاكس ان اكتيفيشن، هذه الجينات بتكون في البي ارم. هاي اول شيء. ثاني شيء، معظم الجينات المهمة موجودة في الشورت ارم، معظم الجينات المهمة موجود في الشورت ارم، فانت لما تفقد الشورت ارم كأنك فقدت الكروموسوم على اخر، صح ولا لا؟ لما انت تفقد الشورت ارم يعني انت فقدت الكروموسوم على اخر. وغير كده الايزو كروموسوم بتخليك انت تفقد الكروموسوم من الاصل، يعني يا اخوانا هذا الكروموسوم راح، يعني هو بلا واحد كأنه ايش مش موجود. فبيقول لي 50% من حالات التورنار سيندروم بيكون انا فقدت اكس كروموسوم، والحالات الاخرى ممكن تكون يعني نسبة منها ايزو كروموسوم زي هيك، نسبة منها مثلا موزايك، تمام، نسبة مثلا منها موزايك، تمام. بقول لي معظم الجينات المهمة موجودة في الاكس كروموسوم، ومعظم الجينات اللي بيصير لها سكيبينج من الاكس ان اكتيفيشن موجودة في برضو في الشورت كروموسوم، في الشورت كروموسوم، تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يا اخوانا بعض الحالات ممكن تكون 46 اكس واي لكن تورنر سيندروم. طبعا 46 واكس واي كيف ما كيف يا اخوانا مش عليكم، مش عليكم اطلاقا، لكن بنقول بعض الحالات بتكون هيك. طبعا هذا ايش بيكون؟ عشان عنده واي يعني عنده تستس، وعشان عنده الاكس هذا يعني عنده اوفري، فعنده الاوفيريان تيشوز وعنده التستيكيولار تيشوز، لكن لا مش يعني هذا لا حيقدر ينجب ولا حيقدر ايش يخلف. وبالتالي يا اخواننا انا التستيكيولار تيشوز لازم اشيلها والاوفيريان تيشوز لازم اشيلها عشان وجودها بيعمل تيومر. اعيد، ممكن الاقي حاله 46 واكس واي وتورنر سيندروم، كيف ما كيف يا اخواننا اجلوها مش مشكلة، مش معانا هالجيت، تمام. لكن ممكن الاقي بلاقي. طيب العمل هذه الحالة بتكون عندها اوفيريان او بكون عندها تستيكيولار، لكن انا لازم اشيل الاوفيريان لازم اشيل التستيكيولار، فانا مش راح استفيد لا من الاوفيريان ولا من التستيكيولار، ولكن وجودهم بيعمل ممكن يعمل لي ايش تيومور، ممكن يعمل لي بناين تيومور وبعديها بتحول الى مالجنانت تيومور، فانا لازم ايش اشيلهم، لازم اشيلهم. يعني اطلع هان لاحظ طبعا بس وين هذا majority of other are mosaic، يعني انا مش قلت لكم هنا 50% من التور نار سيندروم بيكون عندهم مونوسومي لاكس كروموسوم، يعني صار عندهم فقد لاكس كروموسوم. بعض الحالات خلصنا 50%، هقيت النسبة الثانية، بعض الحالات بيكون عندهم ايزو كروموسوم، ايزو كروموسوم وهي نسبة مش كثيرة كتير، لكن معظم الحالات بيكون لها موزايك. مش احنا قلنا 50% مونوسوم بضل 50%، ممكن تقول 40% عبارة عن موزايك. ايش يعني موزايك؟ موزايك انه هذا الشخص عنده خلايا او هذه البنت عندها خلايا سليمة ها وخلايا مصابة، ها عندها خلايا سليمة هي 46 سليمة وخلايا السليمة تكون 46 XX هيك سليمة. إذا بعض الخلايا بتكون سليمة وبعض الخلايا بتكون مصابة XY. طبعا الواحد يقول لي طب هاي واي ليش مصابة؟ ما هي أنثى، أنثى وممكن تكون هيك. إذا يا إخوانا المحترمين التورنار سيندروم 50% من الحالات بتكون مونوسومي، 10% من الحالات مثلا بتكون ايزو كروموسوم، 40% من الحالات بتكون موزايك. ايش يعني موزايك؟ خلايا سليمه وخلايا مصابه. عشان كده ممكن تكون تورنار سيندروم وهيك اكس واي 46 اكس واي ممكن تكون وتورنار سيندروم وتورنار سيندروم. احنا قلنا بعض الخلايا بتكون مصابه، هذه من الخلايا اللي بتكون مصابه. طبعا تورنار سيندروم وعندها البنت اكس اكس،
طبعا يا عمي هذه سليمة، وبقول لك بعض الخلايا بتكون سليمة وبعض الخلايا بتكون مصابة، وبعض الخلايا بتكون مصابة. وبرضو حتلاقي في الموزايك 45 اكس، بلاقي هيك اللي هو شكل التورنر المشهور. وبالتالي عشان حيكون عندها واي في الموزايك، انا قاعد بتكلم بيكون عندها واي، فلازم تشيل التستس ولازم تشيل الاوفري. لكن بدي اقول لكم الموزايك ممكن تكون 40% النسبة، لكن هذه النسبة مني مش علمية. النسبة لما انا قلت لكم تو الموزايك 40%، هذه النسبة مني مش علمية. وهدول الاعراض لازم تحفظهم، تمام؟ من هذه الاعراض بيكون عندهم congenital heart failure، وبيكون عندهم طبعا infertility، وبالتالي الجناد this genesis لازم تشيل طبعا الجناد. وفي يعني طبعا اكيد حتكون عنده amenorrhea، اكيد البنت حتكون عندها ايش؟ amenorrhea. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. الآن يا أخواننا النون ديس جانكشن بإذن الله عز وجل محاضرة أخرى. يعطيكم العافية جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.